كيفكم؟ إن شاء الله يكونكم بخير. اليوم رجعنا لكم بردة فعل كتير 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 قوية عن أجمل منطقة بالبلدان العربية، مدينة وهران. وهران راح نتكلم معكم عن مدينة وهران. وهران تنطلق باللهجة المحلية وهران. وهران بالجزائر، الجزائر عاصمة الجزائر. هلا وهران الملقبة بالبهية. طيب ليش ملقبة بالبهية؟ هل انت رح تتابع معنا بالفيديو ردود الفعل على مدينة وهران الملقبة بالبهية؟ هي ثاني أكبر مدينة في الجزائر بعد العاصمة وإحدى أهم المدن المغرب العربي. تقع في شمال غرب الجزائر على بعد 432 كيلومتر عن الجزائر العاصمة. يحدها من الشمال الخليج مفتوحة، ومن الغرب جبل مرجان 450 متر وهضبة موالي عبد القادر الجيلاني. هي بالنسبة لوهران وأهميتها واللون بتمد، وانتم راح تتابعوا معنا بالفيديو على جمال مدينة وهران. طيب هلا حكينا لكم شوي عن حدود مدينة وهران. مدينة وهران حدودها وسكانها وهران. يحد وهران من الجهة الشمالية من نايكون الخليج المفتوح، ومن الجهة الغربية جبل مرجوان. يعني شي منطقة كتير كتير جميلة، وهضبة موالي عبد القادر الكيلاني. طيب هلا قلنا لكم سكانها، كما أن تجمع المدينة يضع على ضفاف الوادي وادي الروح وخوري، ويقدر عدد سكان البلدة بحوالي 850 مليون نسمة. عدد هائل يا لطيف يا ويلي. حسب إحصائية عام 2009، حيث يبلغ عدد سكان الحاضر ما يقارب 1,648,642 مليار دينار نسمة، كما أن ميزانيتها تصل إلى ما يقارب 4.8 مليار دينار جزائر، وذلك حسب إحصائيات عام 2008. يعني طبعا هذا الحكي 2008، يعني مش هلا. هلا رح تحضر معنا بالفيديو جمال وأهمية مدينة وهران. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.